كلمتين خلاص. اختبارات الجير، انا عندي اختبارات الجير والجبس طبعا. اختبارات الجير ده من الاختبارات المهمه اللي هي لازم ان طالب عماره يبقى برضو عارف الاختبارات دي، لان احنا الماده كلها اختبارات، وبنتكلم على ازاي نعرف الكواليتي كنترول على المواد اللي داخله معانا في التشطيبات او في الخرسانه او ما الى ذلك. الجير الحي او اكسيد الكالسيوم CaO دي من الاوائل المواد الموجوده طبعا في الطبيعه، بينتج من حرق كربونات الكالسيوم من 900 ل 1000 درجه مئويه. شوف درجه الحراره بتبقى قد ايه وبالمعادله اللي موجوده دلوقتي قدامنا. صناعه الجير، عندي تكسير الحجر الجيري عند لما بنحرقه لازاله ثاني اكسيد الكربون منه. اكسيد الكالسيوم في افران بتمنع اتحاده مع CO2 اللي هو ثاني اكسيد الكربون. هنلاحظ كمان انا الثلاث حاجات بينتجوا من الاول نقول انواع الجير. انواع الجير في عندي الجير المائي، وفي عندي اللي بيشك طبعا اللي هو تحت الميه، وعندي الجير الضعيف بيحتوي على 15% طين بيشك في اكتر من 30 يوم، التسلط بتاعه بطيء جدا. والجير المائي المتوسط من 15 ل 25% طين بيشك من 15 ل 25، وده برضو بطيء. الجير المائي القوي من 25 ل 35% طين بيشك من 2 ل 4 ايام وتسلطه بيبقى تام، بيتم في شهر. هنلاحظ الجير الغير مائي اللي هو ما بيشكش تحت الميه انما في الهواء، اللي هو العادي اللي هو بنقول عليه الجير الحي. واكسيد الكالسيوم الناتج من حرق الحجر الجيري بيلزم الاستعمال طافي لضغط الميه. الجير الحي ده يا جماعه لما بنضيف له الميه بيحصل اتحاد جامد جدا، وبيحصل ثلاث حاجات اللي هي الزياده في درجه الحراره العاليه جدا من حوالي 1000 درجه مئويه، وان الحجم بتاعه بيزيد حوالي 3 مرات، وتصاعد الابخره في الهواء، دخان والابخره في الهواء. هي دي الثلاث حاجات اللي احنا بنلاقيهم. طبعا ما بنقدرش نستخدم الجير الحي بوضعه كده على طول، لازم بعد طفيه بالميه لازم، ومع المحاذير اللي احنا عرفناها. الحاجه الثانيه في عندي جير دسم وجير غير دسم اللي هو الضعيف، وطبعا دي نسب الاكسيد بتختلف من حاجه لحاجه. طفي الجير اتكلمنا عليه، بنضيف تلت الوزن بتاعه ميه. زادت كمية ماء الطافي تكونت عجينة الجير لمدة تترك لمدة أسبوعين عشان نقدر ناخد قابلية التشغيل. طبعا بتستخدم الكلام ده في التشطيبات. والجير كمان بنضيفه بعد ما يحصل على طافي الجير ده على الأرض الطينية لتثبيت التربة، وبيستخدم في الصناعة. يعني احنا مش بنستخدمه في الدهانات، لا طبعا. تسلط الجير ده طبعا هيدروكسيد الكالسيوم المتبلور، وبعدين ده في الجو، والموجود هيدروكسيد الكالسيوم موجود في الجو. طفي الجير للحصول على عجينة الجير اتكلمنا عليها، واضح. والجير المطفي اللي هو في المصنع طبعا ده بيستخدم وبيتنخل وبيخش في الصناعة. المزايا والعيوب للجير الحي والجير المطفي في المصنع، سهولة المناولة طبعا، سهولة الخلط مع الرمل، التخزين برضو. العيوب بتاعته اللي هي المونة بتبقى غير لدنة، واحنا طبعا ما بنستخدموش في التشطيبات، انا بقول ان احنا بنستخدمه في الصناعة وتثبيت التربة الطينية، لانه في حاجه اسمها البلاستيستي ده بيشتغل على الموضوع ده. اعتقد كده خلاص. تخزين الجير، لازم الجير والجبس والكلام ده يا جماعه بيتخزن في اماكن جافه وبيكون بعيد جدا عن الميه، وده مهم جدا. الاستخدامات بتاعت الجير
قلنا في المونة للطوب والحجارة زمان، وفي صناعة الحديد وصناعة الورق، وفي الزراعة لمعالجة عيوب التربة الطينية اللي أنا قلت لك عليه. هو ده أهم حاجة، اللي هي الاستخدامات بتاعته أو الاستعمالات بتاعة الجير. اختبارات الجير اللي هي التحليل الكيميائي واختبار ثبات الحجم واختبار القابلية للتشغيل. طبعا انا بعرف هنا اسماء الاختبارات، مش مطلوب مني ان انا اعرف اللي هي الخطوات بتاعة الاختبار نفسه. واختبار النعومة هي دي الجير والجبس ذا سيم، يعني الاختبارات